يا اهلا بكل حضراتكم مره تانيه. يمكن من اكتر العروض اللي كان عليها اقبال كبير جدا من جمهور المهرجان عروض فرقه الانفوشي للايقاعات الشرقيه. وللي من حضراتكم ما يعرفش عن الفرقه دي، الحقيقه احنا بنتكلم على فرقه عريقه جدا، فرقه ليها تاريخ كبير في تقديم العروض الفنيه اللي بتعكس الفن الشعبي المصري الاصيل. النهارده منورني اتنين من المواهب اللي لفتوا الانظار بشده في حفلات فرقه الانفوشي للايقاعات الشعبيه في الفتره الاخيره، نظرا لموهبتهم الكبيره بالرغم من سنهم الصغير. قد يكونوا الاثنين اللي منورين دول من اصغر المشاركين في المهرجان بشكل عام، مش بس على صعيد فرقه الانفوشي. منوراني النهارده فاطمه بشير وايهم طصر، منورين الدنيا. شكرا جدا. اخبارك حضرتك؟ ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا ايهم؟ ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. لا علنا صوتك بقى، ده انت كنت مولع الدنيا في الحفله. هتيجي هنا تتكلم بالراحه؟ لا اتكلم جامد. طب استاذنك نبتدي مع فاطمه. ماشي اتفضل. طيب فاطمه، بدايه كده انت عندك كام سنه؟ انا عندي 11 سنه. 11 سنه. واول ما التحقتي بالفرقه واشتركتي في الفرقه كان عندك وقتها كام سنه؟ عندي 10. يعني انت بقالك سنه واحده معايا. ايوه سنه. طب اشمعنى اخترتي الطبله ان انت تحترفي العزف عليها؟ علشان الطبله اله مبهجه ما بين الات كتير قوي، طبعا انا بحبها، كل بني ادم بيحب حاجه ودي بتبقى موهبه ربنا مديها له، فانا عشان كده اخترت الطبله. وانت يعني عرفتي منين ان انت موهوبه؟ هل من نفسك حسيتي ولا حد من اهلك هم اللي قالوا لك الله ده انت حلوه في الطبله يا فاطمه؟ لا طبعا هو المايسترو السبب، انا بس رحت ودربت وذاكرت وسمعت كلام المايسترو، لكن المايسترو هو السبب الاول طبعا. حببك اكتر كمان في الفكره ان انت تبقي محترفه عزف على الطبل؟ ايوه. نيلا كمان بيطلع حفلات كتير في كذا مكان زي قصر ثقافه الانفوشي وبورسعيد طلعنا فيها، وزي مهرجان العالمين وكذا مكان. يعني انت ما كملتيش سنه وما شاء الله بتشاركي في حفلات كتير؟ ده طبعا بفضل المايسترو. يا سلام عليكي وعلى امتنانك للمايسترو. قولي لنا بقى، طيب العالمين بالنسبه لك وانت اول مره بتعزفي مع الفرقه في مهرجان العالمين، ايه الفرق اللي بين العرض هنا وبين العروض التانية اللي انت شاركتي فيها على مدار السنة اللي فاتت؟ طبعا العالمين مهرجان كبير قوي، قدمته يعني المحافظة العالمين يعني تمام. وطبعا هو من اجمل الحاجة، يعني من اجمل المهرجانات اللي دخلها يعني الفرقة وكده، بس طبعا احنا دخلنا مهرجانات كتير قوي، بس هو مميز بحاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ يعني اكتر حاجات انت شخصيا انبسطتي قوي لما لقيتيها في المهرجان؟ ان الجمهور كان جميل قوي معانا وبيتفاعل معانا بطريقة حلوة قوي، وكذا حاجة، ويعني الحفلة كانت جميلة قوي وتمت بحوار حلو قوي، وكمان كله اتبسط. احلى حاجة ان كله اتبسط. انا سمعت ان مش بس كله اتبسط، ده كله رقص كمان. ايوه كله رقص. كان في ناس كتير في الحفلة؟ اه ناس كتير قوي، وكانت ما في يعني الكراسي كلها كانت مليانة مفيش مكان يعني. اوكي. وانت بتدرسي بقى في سنة كام؟ انا داخلة اولى اعدادي. داخلة اولى اعدادي لسه مخلصة شهادة يعني؟ ايوه. برافو عليك، جبتي مجموع كويس ولا ايه؟ اكيد. اوعي تكسفينا. لا والله. ما تخليش الطبلة تاخدك من مستقبلك الدراسي برضه. الطبلة عمرها ما تاخد حد من حاجة، الطبلة أهم حاجة إن أنت تبقى محافظ عليها وما بين دراستك وما بين الطبلة. طب وأنت في المدرسة بتعزفي لزمايلك في المدرسة، في رحلات المدرسة، في أتوبيس المدرسة؟ أيوه كلهم بيبقوا مبسوطين وبيبقى حلو قوي. طبعا، ما معاهم واحدة محترفة بقى. شكرا جدا.